يعني انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص كانت زوجته متوفية في مستشفى الفرات الأوسط. الحقيقة هي الحالة كانت أجريت عملية لهذه المتوفية الله يرحمها في أحد المستشفيات الأهلية لغرض شفط الدهون، وكانت تعاني من سمنة مفرطة، وظاهرا وحسب ما وصلني كتقرير أولي أنه كانت تشكو من ربو قصبي مزمن، وأجريت العملية وتضاعفت حالتها الصحية بعد إجراء العملية، ونقلت إلى مستشفى الفرات الأوسط لاتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة، ولكن للأسف لم يفلحوا الأطباء في إنقاذ حياتها. على أثر هذا الحال قمنا في دائرة صحة النجف بتشكيل لجنة تحقيقية من أطباء متخصصين لمعرفة تفاصيل هذه الحالة المرضية وتفاصيل إجراء العملية والمضاعفات التي حدثت وأسبابها. ننتظر التحقيق بشكل عاجل إن شاء الله، الأيام القليلة القادمة سوف يكشف لنا ما إذا كانوا الأطباء مقصرين أو لا، وعلى أساسها سوف تكون توصيات اللجنة التحقيقية.